جئتكم اليوم كمبعوث خاص حاملا رسالة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون لأخيه فخامة الرئيس محمد ود الشيخ الغزواني قائد بلدينا الشقيقين اللذين يحدوهما طموح مشترك في تعزيز العلاقات الجزائرية الموريتانية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف، ويجمعهما حرص دائم على المساهمة في كل ما يدعم استتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي جوارنا الإقليمي. وقد شكل اللقاء الذي حظيت به منذ حين فرصة ثمينة للتأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس بلدينا للتواصل والتنسيق على كافة المستويات والأصعدة، وكذا ارتياحهما للنتائج الملموسة والمعتبرة التي تم تحقيقها على درب توطيد العلاقات الجزائرية الموريتانية في كل أبعادها وفي كل مضامينها. وبكل ثقة وتفاؤل يمكنني الجزم أن هذه العلاقات تعيش اليوم أبهى مراحلها التاريخية تطوراً وحركية، لا سيما في سياق المشاريع التكاملية والاندماجية التي اتفق على إطلاقها الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.